ما بدي روح على بيت سلفتي مريم البصلان. بكرة رح أرجع على آيدن. خدني على شي فندق. إسراء، بكرة منفكر ببكرة. بعدين ما فيني أتركك وإنتي هيك. طيب شو رأيك نروح على بيت أمي هلأ؟ أنا مو جاي على بالي أشرح شي لأي حدا البصلان. الوجع يلي فيني بكفيني. مانك مضطرة تشرحي شي لحدا. رجاء وافقي. كله بسببي أنا ما قدرت أن أكون أم لهذيك البنت. لو أنا شرحت لها معنى الأمومة منيح ما كانت تخلت عنا لو ماتت. أمي، كان في احتمال يجي هالطفل بصحة مو منيحة. بجوز خافت من هذا الموضوع مريم، وكان في احتمال إنه ابنك يصير قاتل كمان. قليلي كيف جبتي؟ شو بدي أقول أمي؟ يعني هي مو نهاية العالم، بيجيبوا غيره. هنن شباب، هلأ أنتوا لازم تهدوا أعصابكم شوي. عم نحكي عن إلياس أمينة خانم. أي تمام، إذا هي البنت غلطت معقول هو يدمر بيته بس لأنها غلطت؟ إيه بيتدمر مشان غلط مثل هاد. الياس بيدمر كل شيء. أمي ليكي، ما في حدا غيرك بيقدر ينقذ هذا البيت. ابنك ما بيسمع غير منك. قلت له هاي البنت ما بتقدر تتحمل الياس، لا تتزوجها. سمع مني؟ لا ما سمع. مريم برأيك رح يسمع هلأ؟ ما بيسمع هلأ، بس مع الوقت أكيد رح يسمع. واضحة، إذا كلياتنا حكينا الحكي نفسه أكيد رح يسمع من شي حدا منا. ما بيسمع ولا شي. طلعي معي يا روحي، أنا رح ورجيكي غرفتك. شكراً كتير، ما كنت حابة إجي لهون وتقل عليكم. معقول هيك؟ كتير منيح إنه قلب أصلاً جابك لهون. ليكي إذا احتجتي لأي شي لا تترددي تحاكيني، أنتي بتكوني كنتنا. هلأ نامي شوي وارتاحي، إيه؟ وأنا رح أحضر لك الشوربة. ارتاحي حبيبتي. اللي وينه عمك؟
راح المعرض. تمام، انت هلأ روح واهتم بعمك، لا تشغل بالك هون. أمي إسراء منطوية على حالها، أكيد هي اتضايقت وتأثرت عند ستي ومرت عمي، حاولوا تحاكوها بجوز هيك بترتاح. أنت لا تقلق، خالتك رح تحل هي القصة وزيادة. بشوفك بعدين. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت انه انتو مزعوجين شوي، لهذا السبب انا اجيت. ايه فعلا مزعوجين يا شاهين اغا، منيح انك اجيت. الياس، بصراحة عيوني عم تدور عليك من ايام. خير يا شاهين اغا؟ انا كنت معصب ورحت وقوصت على ارجان وبعدته على المشفى، لانه ارجان حطني بموقف سيء كتير، وهذا اخوك اللي اسمه الريس خضر سمعني كلام بشع كتير واثر فيني. ايه مزبوط، يلي عملته منيح اغا. لا اللي عملته مو منيح، انا قوصت وكنت عم استناك واستناك حتى تجي وتقلي انه كان الحق معك، بس ما اجيت. رحت على البيت وقلت لحالي انا ليش انتظرت الياس حتى يجي لعندي. فكرت وفكرت وبعدين لقيتها. لو كان الياس هنيك كان قال إنه كل الحق معي أنا ومعصب، بس ما كان معي حق. كان معك حق باللي عملته، لساتني عند رأيي. بعض الأعباء بتكون مو سهلة وتقيل شوي على بعض الناس، أنا وإنت منتحملها ومنصبر، بعدين منضوج ومنعصب ومنقول كيف الباقي ما بيتحملوا وليش هن ما بيقدروا يتحملوا مثلنا ويصبروا.